إن الوعي السياسي قد بلغ درجة جعلته ينعكس إيجابا على دور الجزائر في المحافل الدولية، وجعل منها دولة محورية لها تأثيرها إقليميا ودوليا في ظل استراتيجية التوازنات الكبرى في العالم. هذا العالم الذي يتحرك في اتجاه إنهاء عهدة الهيمنة والاستغلال لمقدرات الشعوب المستضعفة. ومما رسخ دور الجزائر هو ثباتها على المواقف، الأمر الذي جعل منها شريكا موثوقا به في مختلف الهيئات والتنظيمات وحتى في العلاقات الثنائية.